اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين بالتاكيد معاكم مستمرين في الحديث على ترند الاهلي والاستعداد لمباراه انبي اللي هتنطلق بالتاكيد بعد ساعتين ونصف من الان. طيب نكمل مع بعض ونشوف معانا ايه من صفحه المصري اليوم الرياضي بيتكلموا على ان في فكره ان بيتسو موسيماني يدرس الدفع بصالح جمعه امام انبي في مركز خط الوسط المهاجم. بشكل عام خلال الفتره الحاليه بيتسو موسيماني بيدي الثقه لكل اللعيبه وبيشوف جاهزيه كل اللاعبين في الوقت الحالي عشان يقدر يقيم المرحله القادمه مين ممكن يكون موجود معاه في المباريات الافريقيه او بشكل عام في نهايه الموسم ازاي يقدر يحضر لقائمه الموسم القادم. لكن كلها انباء لكن غير مؤكده او اخبار غير مؤكده خلال الفتره الحاليه. نكمل معاكم برضو ونشوف من الحساب الرسمي لقناه الاهلي على الانستجرام واتكلمنا على تاريخ مواجهات الاهلي وانبي في الدوري العام واتكلمنا ان الاهلي دايما عنده الغالبيه او كعبه عالي على انبي في الدوري. ايضا كمان من صفحه في الجول على تويتر اتكلمت على تفوق اهلاوي في مواجهاته مع الفريق البترولي، 7 فوز للمارد الاحمر وانبي تعادل في 3 مواجهات فقط، ده نتائج اخر 10 مواجهات في الدوري.